إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائبه. صحيح. لهذا اليوم حدث فوضى كبيرة، أن كثير من الناس ينصب نفسه ويتحكم بالناس وهو لا صفة له بذلك، ما له صفة حتى يأمر الناس، قاطعوا كذا، افعلوا كذا، ابدأوا كذا، توقفوا عن كذا، ما له صفة. ومن ليس له صفة ليس له حق أن يفعل هذا مع الناس، واضح؟ هذا كثير من الناس ترى ما يستوعبه. لما حدث قبل أيام أن الواحد يمسك الناس ويوقع المرشحين وصوره، إذا ما التزمت شهر فيه ما راح يعطي صفة، يعني أصلا يصور ل 20 30 40 واحد وصوت واحد، شو تتوقع الناس هذه كلها؟ أنت من يعني؟ أنت بصفتك إيش؟ ها؟ يعني لو أن الشخص ما يتأخر عن المدرسة، من يكتب تعهد؟ ها؟ مدير المدرسة وناظم المدرسة، ليش؟ خلاص له، لأنه له صلاحية، أنت بصفتك مدير وهذا طالب عندك أنت تتكتب، مو كل واحد يكتب تعهد. أما أنت تكتب الناس توقعهم وتصورهم وتغيرهم، وبعدين يصير هذا المرجع يقدر يخفض ويرفع، المرشحين يصيرون وراه، اللي وقع له اللي ما وقع له، كل مره ينصب نفسه. هذه كلها اشياء يعني يحدثونها، اشياء وما ابوا يريدون التحكم بالناس. حتى بعضهم يمتد الى خارج البلاد، اذا صارت احداث في بلاد اخرى ويغرد من بعيد، يعني افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، اخرجوا، توقفوا، قاطعوا. من أنت بصفتك ماذا؟ ما له صفة. على أساس؟ ما له أساس. وإذا أنكرت عليه أنكروا عليك. والناس ما تفهم، ما تفهم من هذا، ما له صفة فلا يجوز له أن يفعل ذلك. قلت لرجل: ما الذي طلق امرأة الرجل؟ على الزوج، تمام. بعد قال القاضي، قاضي له إيش؟ صلاحية. إذا واحد يعذب زوجته، يعذب زوجته ولا راي يطلقها، يطلقها عنه ولا لا؟ صح؟ هذا هو صفة. الأول بصفته هو الزوج، الطلاق من أخذ بالساق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، رجل يطلق، أو من له صلاحية بالتطليق يطلق عن الزوج حتى لو الزوج أبى الطلاق، صح؟ لكن هل يجوز لأخيك أن يطلق امرأتك منك؟ لو فعل أخوك كذلك، أو جاء رجل إلى امرأة أبيه قالت: أنت يا عمتي أنت طالق من أبي، يلا توكي على الله، يقع الطلاق؟ شيك يقع ولا يقع؟ لماذا؟ لأن هذا طلق هو إيش؟ ما له صفة بالتطليق. لازم نفهم هذا الشيء، ما يجوز واحد يتحكم على الناس تبهتم؟ إلا أن يكون لك صفة، وإلا بعد إقامة حدود إحنا فيها الآن، واحد زعم ومعترف، ها؟ رأيك؟ هل ترى كله بدع تتسرب إلى الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون؟ ترى في ناس إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل يأتي إلى إمام المسجد، يقول: أنا أريد أن أعاهدك إني أتوب إلى الله عز وجل، ها؟ يشرح هذا؟ طب ليش ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، ليش جاي يتعاهد معه؟ الناس تأخذ من العهد. أنا إمام مسجد، جاني واحد مرة قال له: عهد، عهد عليك. قال: بتوب إلى الله. شو بتوب إلى الله؟ قال: لا عهد، ما في شيء اسمه عهد. هو جاي من بلد عندهم هناك في بلدهم اللي توب. ترى هذا إيش؟ من أين أتت؟ من الكنيسة كمان. كنيسة عندهم التائب لازم يذهب إلى البابا حقهم، يتوب إليه وأخذ عليه تحول. لازم نعرف هذا، نوقف عند حدود. أنت مالك صفة، الدين نصيحة انصح، مالك صفة ما تتحكم بالناس. ليس بالضرورة أن ما تملي عليه أمر طيب ومحمود شرعا أنك تجعل نفسك صفة تأخذ تعهدات على الناس، صح؟ إذا قوانين سيئة، إذا شيء يسند الشواذ، إذا شيء ضد الشرع، أكيد متفق عليه، لكن لا لأنه متفق عليه تنصب نفسك إيش؟ مسؤولاً، ثم المسؤول ليس مسؤول ولا مش عارف إيش، نصب نفسك أنت تعهد الناس وتوقعهم وتصورها، ما راح يعطي صوت، حتى راح يعطي صوت يعطي كم واحد؟
هم وقع له 30 واحد يعطي كم؟ كم صوت؟ عندك صوت واحد. اذا انت لماذا بالذات لك حق تفعل هذا؟ من نصبك؟ من اعطاك هذا الحق؟ ثم بما انك تفعل هذا واذا يجوز انا بعد بسوي لي اسمها وثيقه، وانت بعد سوي لك وثيقه، وانت 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 سوي لي 100 وثيقه. قال واحد اي طيب سوي 100 وثيقه. طبعا تبين ان هذا الفعل ما له اصل. شوف كل واحد يكتب له ورقه تعال وقع الناس عليها. واذا ما وقع طيب؟ اذا قال انا مش انت من انت عشان تتوقع؟ ماني موقع. انت موقع اوريك شهر فيه. شهر فيه ان هذا كانه يريد الفساد. قلنا له اذا صار في شيء حق الشواذ ما تصوت، قلنا له كذا كذا كذا، يقول لا ما راح اوقع، مع انه راح يفعل. مع ان الواقع ان هذا المرشح نقول له من رحم الله احتياطي. نقول ايش؟ الا من رحم الله احتياطي. ما في مرشح الا يعطيك الشمس بيمينك والقمر بشمالك. ايش تريد؟ نعم راح اطالب لكم، راح افعل وراح افعل وراح افعل. ما يقول لا. واذا نجح الجهاز مغلق. صحيح ولا لا؟ وكل الناس كل سنه يدركون هذا الشيء، انه اذا وصل خلاص وزعل الناس 3 4 سنوات، لا 3 سنوات ونص. اخر شيء اذا جاء التصويت الجديد بدا يمشي المعاملات، بدا كذا وسامحني ويوم سحب وجماعه بعيده والله ان شاء الله بشيء بخير. يعني انت بتحمل الناس اسم زياده على الناس، بروحهم اسمهم داخلين ديمقراطيه وهي حرام. اصلا لا يجوز الا الضروره. ثانيا انهم عرفتهم يوعدون ويخلفون، وهي من صفات المنافقين. يقولون ويكذبون ويفعلون ما لا يؤمرون ويأمرون بما لا يفعلون. بلاويهم كثيره، تجي انت تزيدهم اسم، حط لهم كاميرا وتصوره، ما لك صفه. لاحظ الشيء هذا، ما لك صفه انت. ما حد سلطك، ما حد اعطاك، لا الله جل وعلا ولا رسوله ولا ولي الامر انك توقع الناس، يروح يوقع ويصر. ثم يستدل بعقود البيع والشراء. عقد البيع والشراء، انت عندك بضاعه انا بشتري، اقول مع التوصيل مع التركيب مع الاقساط القصد الكذا، هذا ما ليس هذا له علاقه اصلا بموضوع انك تمسك الناس وانت بدون صفه وتوقعهم توقيع. انت بتشتري تبيع، انت لك صفه، انت ايش؟ يا بائع يا مشتري، حط شروطك وحط شروطي ونتوقع عليها. لكن انت ما لك صفه عليه حتى توقعني. هاي الامور لابد تنبه لها، لان هؤلاء يريدون قياده الناس. في ناس هكذا نفسيا يحب يقود. يحب يقود حتى لو شيء خارج البلاد، خاصه في تغريدات الان، يلا يا فصيل فلاني تصالح مع الفصيل فلاني، سووا كذا، يلا هذا. مثل ما سووا هؤلاء اللي في الفضائيات اول ما حصلت احداث سوريا وكذا. حتى بعضهم يقول كل واحده سوريه تخرج لها بطانيه وتحرقها امام الدبابه، يلا اطلعوا. شنو هذا المهم؟ يعني هذا شيء القتال، هذا جهاد، هذا عنده طيارات واسلحه وقنابل وصواريخ، وهذا يطلعوا له يقولوا له يا بشار يا حمار يا بشار يا حمار، راح سفكهم قتل الناس وتشرد الناس، واللي غرق في البحر، واللي راح اوروبا، واللي ذهب عرضه، واللي ذهب ماله، واللي ذهب بيته ومنزله، كل هذا. وهؤلاء دكاتره واموال وتبرعات، ويغرد من بعيد لبعيد، وهو البطل. واللي يقول هذا لا يجوز، هذا هو ايش؟ شبيه عند سبحان الله. لان الناس هكذا عاطفه، العاطفه لما تضبط صارت عاصفه يا ابو شين، صارت عاصفه. اذا ما قاطعت الدنمارك انت ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، معقول؟ انت تكره الرسول صلى الله عليه وسلم، اكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وقف يا حبيبي، اللي يكره الرسول صلى الله عليه وسلم كافر؟ قول لي كافر، ليش ما تقول كافر؟ انت عاجبك انه يشتم؟ انا عاجبني يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا مسلم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. عاجبني انه يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما اقول لك لا تفعل هذا الفعل، ده ليس من حقك. تقول لي انت عاجبك يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا مثل الصوفي، اذا قلت لهم لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع الاذان، الصوفي ماذا يفعل؟ ويأذن اخر الاذان، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، يكمل اللهم صل على محمد مع تقول لا تفعل هذا، لا ما تحب النبي، اشمئز نفسك من النبي، لا اشمئز نفسك، بالعكس اقول تابع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول علم بلال الاذان، ما قال له صل على النبي بالطريقه هذه. اقول لك اتبع السنه، تقول لي تكره السنه؟ اقول لك اطع رسول الله، تقول لي تكره رسول الله؟ اقول لك انت ما يجوز تفعل هذا الناس ده.
تقول انت عاجبك انه يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يدبسك التهمه هذه حتى ينفرد بالامر والنهي. حتى اذكر واحد منهم ايش على فضائيات قال نستمر في مقاطعه الدنمارك 6 اشهر. ليش 6 اشهر؟ ليش مو 5؟ ليش مو 7؟ ليش؟ يا ليش؟ لان هم يريدون السيطره على الناس 6 اشهر. يلا المسلمين 6 اشهر. فعل الافعال هذه كلها حزبيه معروفة مخططة ما أنزل الله بهم السلطان، ما تنبهنا وقد نتبه احنا قلة ونعاني من إقناع الناس، لأن من السهل جدا أن تقنع الناس بالباطل، لكن كثير من المرات من الصعب جدا أن تقنع الناس بالحق، مع أنه حق لكن ما الذي يستوعبه؟ لكن الهوى سهل. قلت مظلومين، النبي عليه الصلاة والسلام يشتم، يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول لا تخاطع الجبل، يا جبل مالك ما في جبل، والله العظيم هكذا يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اليهود سمموه، ما حرم اكل اليهود بالقران وطعام الذي اوتوا الكتاب حل لكم، وسمموا الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين. واحد منا سب النبي عليه السلام، هذا ما اكل الجبن اللي يجيب، ليش؟ ايش دخل هذا بهذا؟ ما الدليل؟ ما الذي حرم؟ ليش تحرم الطيبات على الناس؟ ها مهمك الا التجار، اكيد عندك وكاله اجبان انت. لا والله ما عندي، بس اتبع حكم الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم سممه اليهود، توفي ودرعه مرهون عند يهود، ما قاطع المحامي. لا تتسلط على الناس وتعمل نفسك انك في غيره اكثر من غيرك، وتعمل وتتهم الناس بدينهم وتكفرهم وتطلع ما يحبون النبي عليه الصلاه والسلام. هذا كله سيسال عبد المر يوم القيامه. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.